السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. النهاردة معانا فيديو جديد، وعندنا النهاردة Conflict of Nations World War 3 بتركيا. طبعا يا شباب، أنا مش واخد كل الأراضي دي، دول حلفائي. عندنا هنا العراق وإيران حلفائي. طبعا العراق واخدها عبد الرحمن اللي دايما بيكون معايا في أي سلسلة. عبد الرحمن هو طبعا اللي معلمني كول أوف وور، ومعلمني كمان Conflict of Nations. بالنسبة بتاع إيران ده، اللي أنا أعرفه ولا عبد الرحمن يعرفه ولا أي حاجة، هو بس لقيناه جامد فقلنا ندخله معانا في التحالف، وهو بقى يتوسع هنا في شرق آسيا كده ووسط آسيا. وعبد الرحمن طبعا هيتوسع في شبه الجزيرة العربية واليمن، وبعد كده يخش على أفريقيا، وإن شاء الله أنا برضو هبقى أتوسع في أوروبا والمناطق دي طبعا، وعندي طبعا روسيا وشبه جزيرة القرم وكل الكلام الجميل ده. بس احنا دلوقتي متفقين أنا وعبد الرحمن على شوية تقسيم كده في الشام. أولا إن أنا هاخد إن شاء الله حلب والمدن المجاورة ليها، والمدينة دي والمدن المجاورة ليها، يعني المدينتين دول كده، ولبنان. بالنسبة لفلسطين هو ياخدها كلها علشان يبقى ليه أراضي بتطل على البحر المتوسط، وغير كده علشان يقدر يدخل على مصر. وأنا بالنسبة لي حلب والمدينة دي وبيروت طبعا هيكونوا مدن كويسة جدا أستفيد منهم بموارد، خاصة المدينة دي علشان زي ما انتم شايفين الموارد دي بتكون مهمة جدا في الأبحاث اللي هي المعادن النادرة. وهنا برضو يا شباب القطع الإلكترونية بتكون مهمة جدا، فهنقدر نستفيد بالمدن دي. فأنا دلوقتي بنقل جزء من الجيش على سوريا، وان شاء الله باقي الجيش هنقله على اليونان. طب يا شباب زي ما انتم شايفين كده ابتدينا ان احنا نتقدم شويه، ابتدينا نسيطر على المدينه دي، وبقى في معارك اهو في حلب، وفي معارك في المدينه دي برضو زي ما انتم شايفين كده. من عندنا هنا الكتيبتين بتوعنا، وهم من عندهم كتيبتين برضو، واعتبر عبد الرحمن خلاص قدر يسيطر على معظم الاراضي اللي المفروض ياخدها من سوريا. طب يا شباب زي ما انتم شايفين كده دلوقتي سيطرنا على اماكن جديده، خلينا نشوفها مع بعض. قدرنا الحمد لله ان احنا نسيطر على مدينة اللاذقية والمدن المجاورة ليها، وقدرنا نسيطر على المدينة دي برضو من لبنان، ودلوقتي داخلين على باقي لبنان اهو، وهنا برضو داخلين على لبنان من جنوبها ومن شمالها. زي ما انتم شايفين كده شباب بحاول ان انا اضرب مدينة حلب بالمدفعية عشان ادمر القوات اللي فيها، على اساس الثلاث كتائب دول على ما يوصلوا حلب يعني نكون بنسبة كبيرة قدرنا نخلص على القوات اللي فيها، لان طبعا احنا خسرنا جيش كبير جدا ضد سوريا الصراحه. وفي نفس الوقت برضو قررت ان انا اهاجم بلغاريا لان مفيش حد ماسكها، استفيد بالاراضي بتاعتها، وفي نفس الوقت برضو هيبقى ليها حدود اكبر مع اليونان. وبرضو يا شباب قررت ان انا ابعت 4 كتايب على شبه جزيره القرم. وطبعا زي ما انتم شايفين كده عبد الرحمن هنا داخل على عمان، وخلاص قرب يسيطر على الاردن بالكامل، وكمان قدر ان هو يسيطر على الكويت، وجهز خطه كامله متكامله علشان يسيطر على المملكة العربية السعودية. وحليفنا الإيراني لحد دلوقتي مش متقدم تقدم كبير قوي، يعني هو بس كل اللي هو عمله إن هو سيطر على تركمانستان، أو يعني لسه حتى ما سيطرش عليها، هو قرب يسيطر عليها. طب يا شباب زي ما شايفين كده قدرنا إن احنا نسيطر على بلغاريا بالكامل وشبه جزيرة القرم بالكامل، وأخيرا برضو سيطرنا على لبنان. دلوقتي إن شاء الله هبعت لعبد الرحمن المدفعية بتاعتي على مدينة الرقة عشان هو قال لي ان هو محتاجها هناك، وابعت الكتيبه دي ان شاء الله من لبنان على المدينه دي عشان ان شاء الله اخش اسيطر على ارمينيا واذربيجان بعدها، ولو قدرت يعني ابقى اخد جورجيا في السكه. بتاع اليونان يا شباب بيجهز لخطه جهنميه، انا فهمت الخطه بتاعته ايه. زي ما انتم شايفين كده هو عمال يتطور في كل المدن بتاعته، يخلي فيها السكن العسكريه ليفل 3، او هو خلاهم خلاص هو بيطور فيهم دلوقتي الليفل 4 المفروض، وكمان عمال يطلع في كتايب، هو اكيد بيطلع في كتايب اكيد مش قاعد نايم كده. وكمان بعت لي رساله وبيقول لي ان احنا يعني نفضل في سلام، هو لما لقاني عمال اتوسع وكده فاكر ان انا عندي جيش كبير، يعني الحمد لله ان هو ما يعرفش ان انا جيش يعني تعبان جدا، وفي نفس الوقت جيش عبد الرحمن برضو قليل. طب يا شباب زي ما انتم شايفين كده خلاص الكتايب بتاعتنا وصلت ارمينيا وبدات الاشتباك مع الكتايب الارمينيه، وزي ما انتم شايفين كده كمان الكتايب الارمينيه اتصابت جامد، وفي نفس الوقت الحمد لله الكتاب بتاعتي يعني لسه في صحتها 68.3 من 10 من 75، الكتاب الأرمنية 21.2 من 10 من 30، فطبعا بالنسبة لي أنا ده كويس جدا، وإن شاء الله نقدر إن احنا نكسب بسهولة. وكمان بعت المدفعية لمطار ديار بكر عشان إن شاء الله أبعتهم بعد كده على المدينة دي، على ما يكونوا وصلوا نكون احنا خلصنا على الجيش الأرميني اللي هنا. ولو وصلوا متأخر، هو فعلا هيوصلوا متأخر لأنهم هياخدوا 11 ساعة،
وان شاء الله جيشي مش هياخد 11 ساعه لما يخلص على الجيش الارميني. انا محتل ارمينيا كلها اصلا، مش هياخد 11 ساعه ان شاء الله. فالمدفعيه يعتبر انا ابعتها عشان تساعد في غزو جورجيا واذربيجان، وان شاء الله في ديار بكر برضو في كتيبه جديده هتطلع، فان شاء الله هبعتها برضو عشان تساعد دول، عشان طبعا دول هيتدمجوا لسه اكتر من الكتائب الارمينيه. والكتيبه اللي كانت في القرم هبعتها هنا على ازمير عشان ان شاء الله تساعد في غزو البانيا. وزي ما قلت لكم في كتيبه تطلع في اسطنبول، وكتيبه تطلع في ازمير، وفي مروحيه تطلع في انقره. المروحيه اللي في انقره ممكن ان شاء الله ابعتها على القوقاز، لان طبعا في القوقاز هنحتاج جيش اكبر. لو عرفت اسيطر على البانيا وفضلت اتطور في جيشي اكتر واكتر وجيشي زاد، ممكن ان شاء الله بعديها نخش على البوسنه، بعد كده نخش على كرواتيا، لان برضو الاثنين دول مفيش حد بيتحكم فيهم. بعديها كمان على المجر، يعني كده احتل 3 دول جنب بعض وكويسين جدا هيفيدوني. وممكن ان شاء الله بعد ما ادخل على المجر ساعتها بقى تكون صربيا سهله جدا بالنسبه لي، لان هيكون ليا حدود كبيره قوي معاها واقدر اهاجمهم من كذا مكان. وفي اللحظه دي بقى بتاع اليونان هيكون طبعا خايف مني عشان مش هيعرف يهاجمني من على انهي جبهه. وبس كده يا شباب، يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تتابعني على الفيسبوك وعلى انستجرام، هتلاقي الروابط تحت في الوصف. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.